لسه مع اخبار الزمالك، وبيواصل محمود علاء مدافع الفريق الاول القادم من الاتحاد برنامجه التاهيل المخصص لهم من قبل الجهاز الطبي للفريق الابيض للشفاء من اصابته في تمزق اربطه الانكل اللي تعرض لها خلال الفتره اللي فاتت ومنعته من المشاركه في البطوله العربيه التي ودعها الفريق الابيض من دور المجموعات. ويامل محمود علاء في الشفاء من اصابته سريعا من اجل اللحاق بالتدريبات الجمعيه للزمالك، حيث من المقرر أن يعود اللاعبين من الأجازة يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا لبدء الموسم الجديد.